السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع تقنية بلا حدود. اليوم عندنا استعراض لهاتف صيني مميز رخيص الثمن. هذا الهاتف يعرف باسم اليوليفون بي تاتش بي 2، متوفر من خلال متجر جير بيست بسعر 229 دولار أمريكي. متوفر أيضا باللون الأبيض في حال أن اللون الرصاصي ما أعجبك. لما نتكلم عن التصميم وجودة التصنيع الخاصة بهذا الهاتف، انك راح تلاحظ انه هذا الهاتف يأتي بتصميم مألوف يشبه بشكل كبير ما هو موجود في الايفون 6 بلس، وخاصة من الجهة الامامية. الجهة الخلفية فيها اختلافات ملحوظة. الشركة اهتمت بشكل ملحوظ في موضوع جودة التصنيع. الاطار اللي يحيط بهذا الهاتف هو من مادة المعدن. الجهة الخلفية مادة معتمة على الرغم انها بلاستيك. بامكانك ازالة الغطاء الوصول للبطارية والشريحتين، وايضا الذاكرة الخارجية في حال 16 ما كفتك انه بامكانك ترفع السعر الى 64 جيجا بايت. من ناحية المنافذ والأزرار، فعندك الجهة السفلية منفذ وحيد للصوت. الجهة العلوية راح تشوف مايكرو يو اس بي ومنفذ صوت 3.5 ملم. والجهة اليسرى زرية تحكم مستوى الصوت وزر الطاقة. زر الطاقة موجود في الجهة العليا مرتفع شوي، فبالتالي عملية الوصول إليه راح تكون صعبة شوي. أماكن الأزرار برضو احنا متعودين انها تكون في الجهة اليمنى، ما عندي مشكلة في هذا الموضوع، بس حبيت أذكر هذه النقطة. نعم، بإمكانك حل المشكلة الوصول إلى زر الطاقة من خلال تشغيل الشاشة باستخدام النقر مرتين، لكن إطفائها للأسف راح يكون من خلال استخدام الزر نفسه. من الجهة الأمامية راح تشوف الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فلاش LED، والجهة الخلفية فلاش LED مزدوج وكاميرا خلفية ظاهرة للأعلى بشكل غير ملحوظ بدقة 13 ميجا بكسل، بإمكانها تصوير فيديو 1080p. الشيء اللي يميز هذا الهاتف محمول هو امتلاكه لتقنية البصمة. تقنية البصمة تعمل بنفس المفهوم الموجود في سلسلة الجالكسي 6 والآيفون 6. الاستجابة جدا ممتازة مع هذا الهاتف. طبعا الشيء الإضافي الموجود في تقنية البصمة هو دعمه للتعرف على البصمة بزاوية 360 درجة، نفس ما رأينا في الميت 7. الأزرار الخاص بالتحكم بالنظام للأسف لا تدعم الإضاءة الخلفية، فممكن تكون صعبة شوي أنك تستخدمها في الظلام أو حتى في الإضاءة الضعيفة. بالنسبة للشاشة الخاصة بهذا الهاتف، شاشة الهاتف 5.5 إنش 2.5D Glass، واللي يوفر لك سلاسة من ناحية تصفح النظام، شيء كويس على هاتف من فئة الهواتف اللوحية. 1080p 401 بيكسل لكل إنش. أمانة الشاشة جيدة، لكن من ناحية الألوان لا تظهر بالشكل المطلوب، وخاصة برضو من ناحية زوايا الرؤية. الإضاءة ممتازة، ما وجدت فيها أي مشاكل. بالنسبة للصوت، فهذه تجربة للصوت يعني عشان تقدر تحكم بنفسك. وزي ما ذكرت لكم أنه في منفذ واحد بس للصوت، فياريت تشاركونا برأيكم في خانة التعليقات وتقولونا رأيكم عن مستوى الشاشة وأيضا الصوت. هذه كانت تجربة للشاشة والصوت. الأداء الخاص بهذا الهاتف المحمول والبطارية الخاصة بهذا الهاتف المحمول جيدة جدا، يعني ممتازة من ناحية تصفح القوائم، ما لاحظنا فيه مشاكل، فتح أكثر من برنامج، إدارة المهام كلها تعمل وبشكل سلس. لا تنسى أنه الشيء الجميل في هذا الهاتف هو استخدام نظام الأندرويد الخام الميديا تيك أوكتا كور 64 بت 1.7 جيجا هيرت، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت. بالنسبة للبطارية ف 3050 ملي امبير مع تقنية الشحن السريع، ركز على هذه النقطة. البطارية ممتازة على هذا الهاتف، بإمكانك استخدامها ما بين استخدام العادي إلى المتوسط، وراح تصمد معك إلى يوم كامل. استخدام الشاشة كان ما بين 3 ساعات ونص الساعة إلى 4 ساعات، فبرضو شيء كويس.
بالنسبة لتقنية الشحن السريع فنعم الهاتف يشحن وبشكل سريع، لكن ليس بنفس السرعة الموجودة أو المستخدمة مع شركة كوالكوم أو حتى في أجهزة سامسونج اللي نشوفها هي الأسرع إلى الآن، أو مثل ما شفنا في أوبو واستخدامهم تقنية الفوك. الكاميرا، فهنا الشيء المثير للاهتمام، لما تدخل على الموقع الخاص بهم فراح تشوف المواصفات انه 13 ميجا بكسل ار 80 بي، مستشعر خاص بالسوني، وفتحه العدسه 1.8. نعم نفس فتحه العدسه الموجوده في ال جي جي 4، مناسبه لمحبين السيلفي بحكم انها كاميرا اماميه 5 ميجا بكسل واسعه النطاق، فلاش ال اي دي، الواجهه الخاصه بالتطبيق جدا بسيطة ما فيها أي تعقيدات، الخيارات بالأغلب تجدها في الجهة اليسرى، أما زر التصوير والتحويل ما بين الكاميرا والأمامية فبالغالب تجدها في الجهة اليمنى والجهة العليا. لكن لما نتكلم عن جودة الصور ف يعني مقبولة، نوعا ما مقبولة مقارنة بالسعر. التصوير في الإضاءة الممتازة راح تشوف التفاصيل والألوان جيدة جدا، يعني ما فيها أي مشاكل، لكن لما توصل لمرحلة انه في اضاءة ضعيفة او في الظلام فهنا راح تلاحظ انه التشويش يظهر وبشكل ملحوظ. اخيرا وليس اخرا بالنسبة للنظام، فهذا الهاتف ياتي بنظام الاندرويد 5.0 المعروف باسم اللولي بوب، والشيء الجميل انه استخدمه نظام الخام، يعني ما في اي تعديلات زي ما كنا متعودين مع هواتف الصينية واللي تستخدم واجهة ثقيلة، ما في قسم خاص للتطبيقات، تغيرات في موضوع ادارة المهام، لكن هنا كل شيء ممتاز. اذا سحبت من الاعلى للاسفل راح تلاحظ ادوات الاتصال، تنبيهات، برضو اذا ضغطت على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية او عفوا بادارة المهام فانه راح يوجهك الى ادارة المهام بنفس الاسلوب الموجود في نظام الاندرويد الخام، في قسم خاص بالتطبيقات، ما في اي تطبيق مثبت مسبقا خاص بهذه الشركة سوى الادوات الخاصة بالتحكم بالطاقة وايضا بتنظيف هذا الهاتف وبشكل متكرر من الملفات المؤقتة وغيرها. هذا كان استعراضنا للهاتف المحمول يوليفون بي تاتش بي 2، هاتف مميز اذا كنت تفكر بهاتف رخيص الثمن، 4G شريحتين وتقنية بصمة ممتازة جدا والصوت جيد، الكاميرا جيدة اذا كنت تصور في اضاءة ممتازة او تحت اشعة الشمس. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.